أبارك لأخي وقدوة من قدوات المدينة، رائد من رواد العمل المدني الاجتماعي، يضرب ميدانا للخير بسهم، السيد الشريف الهاشمي الدكتور فيصل بن حماد العياش، الذي تحتفل اليوم المدينة المنورة ممثلة بجمعية التنمية الأهلية في قباء بتكريمه بجهوده في تطوير القاعة التدريبية وقاعة المناسبات في مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، القاعة التي وجهها بأن تكون باسمه وتحمل اسمه، قاعة الدكتور فيصل حماد الشريف. أشكر لك أولا، نحمد الله عز وجل أن كرمك ووفقك لخدمة المدينة المنورة، ومهنئك على هذا التكريم، ومهنئك على توفيق الله لك بخدمة مجتمع المدينة المنورة، ونهني المدينة المنورة بجهودك ومجهود أمثالك فيها. الله يحفظك يا دكتور. دائما وجه المدينة المشرف الدكتور فيصل بن حماد.